انا اتفضل. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا أستاذ؟ والله بخير حال حضرتك. سني ولا شيعي؟ أنا شيعي. طيب اتفضل. عندكم البت البكر بترضع الكبير والصغير وكده، يعني حاجات من دي يعني، والتقام ثدي وحاجات من دي يعني. شنو الموضوع؟ بالله على كيفك، شو بالهدف؟ يا باشا قول لي، اقرا لي الروايات يا وليدي اسمعيني وانا اقراها لك، ما فيش مشكله يعني. انا ما عنديش مشكله ان انا اقعد اقرا من هنا لبكره يعني. بخصوص الرعى الكبير يعني قصدك؟ يا باشا عندكم صوتي يقطع المعصوم، استاذ انت ولدي. عندكم المعصوم اباح للبنت البكر ان هي تتمتع بدون اذن وليها، وفي روايات لا لابد من اذن الولي، لكن في الاخر بتتمتع. فلما هي بتتمتع مع اكيد مع راجل، مش مع واحده ست زيها. فالراجل دوت مباح ليه اللمس والهرش والضرب، كل حاجه مباحه ليه حتى الرضاع، صح؟ أنا ما جاي أفتهم عليك شيخ ولد، طب والله صوتك يقطع، روح ما جاي لمعمم يوصلني. يخليه يفهمك بقى.